أنا بحلم ولا بعلم؟ يا ربي هذا كله حمام؟ فعلا شي حلو. بس حلو ولك بجنن. حبيبي شوف في مسبح تحت. هلا وصلنا، عم نرتب اغراضنا. امي لو تشوفي هالمنظر شي مثل الخيال، وقطي كتير حلوه. لك تضربي انت وقطك، اللي بيهمني انك كذبتي علي وحطيتيني تحت الامر الواقع. انت شو عم تحكي امي؟ مو انا اجيت بموافقتك؟ شو هالحكي ها؟ اي لو قلتي لي هالسرسري رايح معكم ما كنت قبلت بهالسفره كلها. يا سلام، ما احلى هالمكان. ايه لك والبراد مليان مشروب. اكيد نحن بالجنه مو على الارض. يس يس. الو امي ليش تاخرتي؟ كنت رح سكر. هلا جيت من السوق مشان هيك ما رديت بسرعه. والله انقطع نفسي للحقت التليفون. طمني انتو وصلتوا؟ اي من 10 دقائق وصلنا. اللي كيف كان السفر؟ ان شاء الله ما تعبتوا. لا كان كتير مريح. مهند منيح؟ في تلفزيون بغرفتي؟ اكيد في، كتير منيح، عم يكتشف البيت. عاجبها هذا البقى؟ طلعتي هالمشوار من عيوني؟ في عندي زبونة هلا، لولا هيك انفرجيتك البهادل على قصورة. ما حلوة بحقي يسمعونا عم نتخانق. ليش مين في عندك؟ في بانا. ما قلت لك بدي ضل انا وياها بنفس البيت؟ طيب اعطيني اياها لاحكي معها. لك امي؟ معقول تخجلي بنتك قدام رفقاتها؟ بعدين بتفكرني عم إيه خلص طيب، روحي هلا وبعد شوي بدق لك تليفون. ولا تقولي لي خلص الشحن او ما سمعت الرنه. ماشي امي. الله معكم، ديروا بالكم على حالكم. يلا مع السلامه. يلا منحكي بعدين بخاطرك. مؤيد دير بالك على اخوك، الله يرضى عليك. ماشي انت لا تاكلي هم. وهلا بعد ما خلصنا ترتيب الاغراض شو بدنا نعمل؟ مهند عيب عليك، لك انت وين مفكر حالك قاعد؟ وليش العيب بقى؟ نحن بقصرنا المستقل وما حدا قاله عنا شيء. شوفي شو رأيكم ننزل على المسبح البراني؟ لا بالأول خلينا نشرب لنا شيء كاس، شو رأيكم؟ أنا بدي روح شوف عطبيك. لا أخي ليش مستعجل؟ خليك معنا هلأ بعدين بتشوفه. لا تواخذوني، بس أنتوا بتعرفوا أنه أنا أجيت لأشتغل مو لأتسلى. طيب ماشي يلا. أنا رح جهز حالي فورا. صحيح في شي تاني، ديروا بالكم ولا تعملوا تصرفات تحرجني قدامهم. بترجاكم. مهند مو علي، تعال خلينا نغرق جميلة. فيروز انا رايحه لعند بابا. يلا انا بدي اقربوا مني. انا جاي غرق. ها مهند بلا غلط. يلا روح امسكها. نزلوا يسبحوا دغري. مهند علي اسرع. خلصنا بقى، خلص بعدوا عني. مهند لا تقرب. والله طلعتي جبانه وبتخافي كمان. شو دخلك انت يا غليظ يا مزعج؟ فعلا ما تغيرت ابدا. وانت كمان ما تغيرتي، لساتك خويفه. ممكن كلمة؟ لا. مهند عن جد انك غليظ. ليش هيك ساوي؟ هالشاب مهضوم ما بفشي. تستاهلي اعمل. طالما انت ناوية تواجهي لابوكي فواجهي بهاد احسن لك بكتير. بلا جنانك. طلعي والله حلو اكتر من اخوه وقريب على القلب وكمان جذاب، يعني الوحدة غصبا عنها بتحبه. شو صار لك فيروز؟ يعني هالزلمة بيستاهل الوحدة تتحدى اهلها من شانه. فعلا هو شاب حلو وكتير مهضوم. بجوز ابوك يتفهم موقفك. لا فعلا جنيتي. بعدين ما عنده حبيبه وهيك مالك مضطره ابدا تتنافسي مع جميله او غيرها حتى تفوزي فيه. انا رايحه. شو سبب هالجرح؟ شو دخلك بسببه؟ أنا بس حابة أشوفه. لا ما في داعي تشوفيه بنوم. خلصنا يا بنت. ماشي. هلو
ويلكم. شو رايكم نتعرف؟ علي منيح انه اجينا لهون. ايه والله، بس يا ريت لو مؤيد ما كان عنده شغل كانت كملت فرحتنا، كنا انبسطنا سوا مو هيك؟ ايه